السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام لحلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في عنواننا الوحيد لهذا اليوم باعتبار أن الموضوع هو سيكون موضوعا شاملا، استمرار المظاهرات والاعتصامات في المحافظات الوسطى والجنوبية ضد الحكومة وأحزابها والجيش والميليشيات. أهلا بكم. نشاهد مع حضراتكم مشاهدينا الكرام اعتداء القوات الأمنية على المتظاهرين قرب مجلس محافظة البصرة بالقنابل بقنابل الغاز المسيل للدموع، فلنشاهد. الآن استخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، استخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، وتم الاعتداء على المتظاهرين من القوات التي تحمي المحافظة. والآن استخدام الغاز المسيل للدموع، استخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين الآن أمام مجلس محافظة البصرة. استخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين أمام مجلس محافظة البصرة. استخدام الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين أمام مجلس سأبقى أطرح سؤالا واحدا طالما شاهدت هذه المناظر، وهو ما الذي فعله هؤلاء ليواجهوا بهذا النوع من القمع والعنف؟ ما الذي ارتكبه المتظاهرون أو العراقيون من جرم لكي يعاملوا بأشد أنواع القسوة والتعذيب والانتهاكات التي يتعرضون لها يوميا؟ ما الذي قام به هؤلاء سوى الصبر والتحمل على مدى 15 عاما وهم يتأملون بهذه الحكومة لعلها أن تفعل شيئا قد يقيهم من برد الشتاء أو من حر الصيف، قد يعبد لهم الطرق، قد يعيد لهم الكهرباء أو الماء الصالح للشرب، قد يعمر هذه الأراضي الزراعية التي أصابها التصحر وغيرها من المآسي، غيرها من القضايا الكثيرة غير الخدمات متعلقة بحياة العراقيين اليومية يعانون منها يوميا بسبب هذه السلطة، ولا أحد يعلم لماذا تتعامل معهم بهذا العنف وبهذا عدم الاكتراث بطبيعة وبسياسة تنتهجها يوميا تحديدا من أجل قمع المتظاهرين، قمع المدنيين بشكل عام إن تظاهروا أو لم يتظاهروا. شباب البصرة يرددون شعارات وهتافات ضد الجيش الحكومي لأنه وقف مع الفاسدين بدل أن يكون حامي الشعب والوطن، وقد حدثت هذه الهتافات أثناء مرورهم من جانب أو بجانب القوات الحكومية، فلنشاهد. كما سمعتم مشاهدينا الكرام، يتعامل المواطن مع العنصر الحكومي بنفس الطريقة التي يتعامل بها الآخر، يعني عندما يتم الاعتداء على المتظاهرين من قبل القوات الحكومية نرى بالطبيعي أو من الطبيعي أن يرد المواطن العراقي بهتافات تهاجم هذه القوات،
لأنه انتظر على مدار 15 عاما أن تقف هذه القوات الحكومية بجانبه ولو لمرة واحدة، لكن للأسف الشديد يحدث في العراق العكس، تقف القوات الحكومية بجانب السلطة وبجانب الأحزاب ضد أبناء بلدهم، ضد الذين من المفترض أن يكونوا هم الحماة. نتابع مع حضراتكم الآن جانبا من المظاهرات الجوالة في مدينة البصرة قرب مجلس المحافظة، وهم يرددون هتافات يقولون فيها: عار عليكم أيها الطغاة، تقتلون شعبا في المظاهرات. شعبا في المظاهرات، عار عليكم أيها الشباب، تقتلون شعبا في المظاهرات، عار عليكم أيها الشباب، تقتلون شعبا في المظاهرات، عار عليكم أيها الشباب، تقتلون شعبا في المظاهرات، نعدل الجملة التي قيلت: عار عليكم أيها الكلاب. هكذا وصف المتظاهرون السياسيين والقوات الحكومية والميليشيات التي قامت بقتل المتظاهرين أثناء تظاهرهم. نتابع عناصر مجهولة دخلت إلى ساحة الاعتصام في مدينة السماوة وحاولت الاعتداء على المعتصمين بحماية من القوات الحكومية، فلنشاهد. شوفوا هذا الضباط ليث ويا عصابه، خلوه يدخل على المتظاهرين بسائر الاعتصامات. كيف تسمح دولة لنفسها أن تحمي الميليشيات، أن تحمي من يزعزعون الأمن والاستقرار، أن تكون هي الدفاع بالنسبة لهم، خط الدفاع الظهر بالنسبة لهذه الميليشيات؟ تدخل عناصر مثل هذه إلى المظاهرات، تقوم بنشر الفوضى، تسبب الذعر بين المتظاهرين وبين المدنيين، وتكون ذريعة لإفشال أي مظاهرة أو لقمعها من قبل السلطة الموجودة في بغداد، لأنهم سيقال عنهم أنهم حملت سلاح، أي المتظاهرين، وبالتالي سيكون هناك مبرر لقمعهم وإبادتهم كالذي حدث في ساحات العزة والكرامة في محافظة الأنبار وغيرها من المحافظات التي انتفضت ضد الحكومة في بغداد. عام كامل وهم يتظاهرون بشكل سلمي، ثم بعد ذلك دخلت هذه الذرائع والمبررات من أجل إبادتهم. ونرى نفس الموضوع، ونرى كيف قتلت ميليشيا بدر بعض المتظاهرين في المحافظات الجنوبية أمام مرأة ومسمع من القوات الحكومية. هل تذكرون باسم خزع الخشان الناشط الصحفي أو ناشط المدني الذي اعتقل من قبل القوات الحكومية وبعد ضغوطات كثيرة تم الإفراج عنه؟ خرج بتصريح جديد حول محاولة الاعتداء عليه وعلى المعتصمين في ساحة اعتصام مدينة السماوة من قبل أشخاص يدعون انتمائهم لميليشيا العصائب وبحماية من القوات الحكومية. كانت هناك محاولة الاعتداء عليه في داخل شخص دخل مع 4 أشخاص غير معرفين بالنسبة لنا كمعتصمين، حاول الاعتداء عليه، ردوا الإخوان المعتصمين ووصل طلعوا خارج البوابة وكانوا بحماية الشرطة، فكان أحدهم ياخذ الكرسي من تحت الضابط ويرميه على المعتصمين، أصاب 3 أشخاص. المعتصمين ردوا الكرسي رموه عليه واستمروا الشرطة في حماية المعتدين ولم يبادروا إلى إلقاء القبض على أحد منهم. هؤلاء أشخاص يدعون أنهم من العصائب، فالحادثة تم توثيقها بالفيديو، وإن شاء الله الإخوان راح يشتكون، وأنا إن شاء الله أيضا أقدم شكوى بحق المعتدين وأيضا شكوى بحق ضباط الشرطة وأحدهم مدير مكتب
القائد المدعو أبو رتاج. نشاهد مع حضراتكم مظاهرات في شوارع مدينة النجف ضد الأحزاب الحاكمة وفسادها. نتابع زاوية أخرى من هتافات المتظاهرين في مدينة النجف التي قالوا فيها بعتونا بأرخص الأثمان بالدولار وبالتومان أي العملة الإيرانية بالإشارة إلى إيران. هذه الهتافات كانت ضد الأحزاب الحاكمة وفسادها. يوما بعد آخر يظهر مدى الرفض الشعبي العراقي للوجود الإيراني بكل أنواعه في العراق، إن كان عن طريق ميليشيات أو عن طريق دعم للسياسي أو دعم لحزب معين أو دعم لحكومة جاءت بعد الاحتلال. الوجود الإيراني في العراق وجود مرفوض تماما جملة وتفصيلا، يراها العراقي بأنها هي السبب، إيران قبل كل شيء فيما يحدث للعراق، طبعا بعد الاحتلال الأمريكي، لأن إيران دخلت بعد الاحتلال الأمريكي، وبالتالي ما قامت به إيران وما ارتكبته من جرائم وما ارتكبته من انتهاكات وما فعلت من تجاوزات للقانون وللدستور وللأعراف الدولية وللإنسانية وكل شيء، أقصد حتى الدستور الذي وضعه الاحتلال، تجاوزت عليه إيران وتجاوزت معها السلطة التي جاءت معها، وبالتالي دمر العراق بفضل هذه الجارة، جارة السوء أو كما يسمونها السياسيون الصديقة أو الجارة إيران، دمر العراق بسببها، ولذلك هناك رفض شعبي كبير جدا لهذا الوجود الإيراني. نتابع استمرار الاعتصامات في محافظة ذيقار لليوم 13 على التوالي، ودعونا نتابع جانب من هذه المظاهرات أو الاعتصامات وكيف يساعد المعتصمون بعضهم البعض بتوفير الطعام والشراب لدعم بعضهم البعض. يلا بعد جنب
هادي عيني ألف عافية. قوام الله قوام حيلك. انت خليني مع ولد تعال تعال هنا نود ان نذكر نقطه مهمه هنا مشاهدينا الكرام بهذا الخصوص. هناك مبادرات ظهرت في بغداد وفي محافظات عراقية كثيرة، طبعا هي تعبر أو تعكس مدى قوة هذا الشعب ومدى ترابطه فيما بينه. هذه المبادرات كانت عن طريق ربما مطاعم أو ربما جهات مثل المولات أو المراكز التجارية أو غيرها، قاموا بتوفير ما بقي لديهم من طعام وجهز هذا الطعام بعلب بشكل نظيف وبشكل مرتب وأعطي إلى الناس المحتاجين. طيب المتظاهرون هم أيضا يحتاجون، هم بشر في النهاية يحتاجون إلى طعام وإلى شراب. هذا الدعم يجب أن يتطور، يعني الأشخاص الذين تبدأ الزيارات الدينية ويبدأون بتقديم الطعام للزوار، انعكس اتجاه أو مسار تقديم الطعام إلى طرف آخر وهو المتظاهر العراقي الذي يقف في هذا الحر والذي سيقف في البرد لدعمه ومساندته بالطعام والشراب، هذا الموضوع سيطيل من عمر المظاهرات، سيحفز الناس على البقاء. لن يتعب المتظاهر، وإن تعب من الوقوف وإن تعب من الصراخ، لكنه على الأقل سيكون مسنودا بجزء من الطعام والشراب الذي يعينه على البقاء صامدا في ساحات المظاهرات والاعتصامات. هذه نصيحة طبعا وجهت من عراقيين يجب أن تنفذ في العراق، لعل وعسى هناك من ينصت لنا ويستجيب. اعتصامات مدينة الناصرية ضد فساد الأحزاب الحاكمة نتابعها مع حضراتكم. رحيم، نحن معتصمون ابناء الناصرية في ساعة الاعتصام اليوم 12 التوالي، ولم يأتي أي فاسد من مجلس المحافظة أو من المحافظ، ولم يوصل إلى ساعة الاعتصام، بينما معتصمين اعتصام سلمي نطالب بحقوقنا الشرعي، ولحد الآن يعني ما جاي نعرف القضية شنو، يعني يساومون، هل هم مستحقرين العالم؟ هل هم ما لهم علاقة بالعالم؟ ما أدري شنو. الحكومة فاسدة، الحكومة المحلية فاسدة، الحكومة المركزية فاسدة. نعم. المحافظ فاسد، مجلس محافظة فاسد، نهبوا العراق، قتلوا خيرات العراق. الله شاهد، عالم مظلومة، ميتة، محرومة، لا كهرباء، لا ماء، أقصد الخدمات يعني ذني. وهم من غصبا عليهم واجبهم هذا، واجبهم بأن يخدمون المواطن لأن هم الشعب، يمثلون الشعب. بس على الأسف ماكو من عندهم واحد يمثل الشعب، كل من يمثل نفسه قاعد، لأن فاسد هو فاسد. ونتابع الآن مشاهدينا الكرام أبرز الاحتجاجات الشعبية في عراق ما بعد الاحتلال.
أهلا بكم من جديد. أطفال معتقل من الناشطين والمتظاهرين في محافظة البصرة وقفوا مطالبين بإطلاق سراح والدهم الذي اعتقل من قبل القوات الحكومية. فلنشاهد. ايش تسوون بابا انتم هنا؟ ابوك وابوك وين؟ ديم تاخذوه؟ وهسه انتم طالعين هنا ايش تسوون؟ ها؟ يدين ابوك؟ يا وليد هسه هاي توصل القنوات راح تشوف هاي القنوات تحكي تنقل هذا الخبر؟ شنو يتردون؟ ها بابا؟ يدين ابوك؟ وين ابوك هسه هو؟ وين ابوك بابا؟ وين ابوك هو؟ البصرة. ومنو خذاه؟ جيش. خذوه الجيش؟ اي. شو وقت خذوه؟ الساعة 3 بالليل. وهسه انتم طالعين شو تسوون هنا؟ يركبونك، ليش ما اريد؟ زين ابوك شنو مسوي هو خذوه الجيش؟ بس ابوي يطلع. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا المقطع. في أول تعليق لدينا ثامر يقول هسه ناس تريد خدمات جاي يطالبون بأبسط حقوقهم، ما تقول لي ليش تعتقلوهم، شنو ذنب هاي الأطفال؟ في تعليق آخر أبو علي الكناني يقول الإجرام والقمع ليس الطريقة لإصلاح يا عبادي، غدا ستنتهي ولايتك يا من أفقرت الناس وأفقرت حالهم وستحاسب. وأيضا ضمن التعليقات روى تقول ايش عجب قادة الإصلاح والعمائم ما طلعت نددت بهكذا ظلم وقمع للمواطنين العزل، مع علامة استفهام كبيرة جدا. أشرف يقول مع الأسف القوات الأمنية تبقى تحت سلطة الفاسدين لتستخدمها لقمع المتظاهرين المظلومين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي سلبتها منهم الأحزاب الفاسدة. أبو أحمد خميس يقول لم يحصل ظلم في تاريخ العراق إلا بوجود هذه الشلة الظالمة حاكمة العراق الذي دمرت البلاد والعباد. وفي آخر التعليقات أميس النعيمي تقول مظاهرات سلمية وناس تطالب بحقها وحق أطفالها بالحياة الكريمة، ليش هالقسوة والعنف يا وياهم؟ ترى إحنا كنا عراقيين وضيمنا وقهرنا واحد. يعني هذا استغراب من هذا الكلام. هو موجه هذا الكلام لمن؟ يعني لمن؟ للمسؤول؟ المسؤول يعني هو يعتبر نفسه إله إلى حد ما. استمعتم إلى حديث أحد النواب الذي قال بأنه مطشر السامرائي تحديدا، الذي قال بأنه أنا لا يمكنني أن أفرط بامتيازاتي وبمخصصاتي، أين سأذهب أنا وأولادي؟ أو أحد المسؤولين الآخرين الذي قال ماذا سأعمل بعد أن أنتهي من قضية البرلمان والعالم عالم السياسة؟ هل سأذهب لأكون سائق تاكسي أو حلاق؟ يستنكفون هذه الأمور، هم لا يرضون بهذه الأمور، لا يرضون بالتخلي عن الامتيازات. تعصبوا وغضبوا كثيرا عندما ضغط الشعب بقضية امتيازات النواب ورفضهم لهذا الموضوع، وقالوا نحن نخدم هذا البلد، نحن نخدم هذا الشعب. يأخذون تقاعد بعد 4 سنوات فقط، وهناك من خدم العراق لثلاثين عاما ولم يتحصل على جزء مما حصلوا عليه. نراكم بعد قليل. وفي فقرة الهاشتاج الوسم بعنوان العراق أولا، فدعونا نتابع التغريدات التي جاءت على هذا الوسم. أحد المغردين يقول آية حسب ما أفهم، إذا استمر أساسة المحاصصة بنفس أسلوبهم الفاشل المغانم الحزبية في إدارة الدولة فهذا سيزيد من سخط الشارع وستتولد مشاعر كره قوية ضدهم، وحينها ستعزل الحكومة عن الشعب. في تغريدة أخرى حسين يقول أساسة العراقيون هم فاسدون ونهبوا خيرات العراق ويحرصون على مصالحهم الشخصية ومصالح الدول التي تدعمهم على حساب مصالح الشعب العراقي. لدينا أيضا خالد عبيد العلواني يقول هناك إجماع لدى أحزاب السلطة بإبقاء الجهل والتخلف والبطالة لدى عامة الشعب، ولأن سرقاتهم يجب أن تستمر فإنه يطربهم وجود لإرهاب حتى تتكامل حلقات الفساد بأقذر صوره. وفي آخر التغريدات لدينا
زينب تقول العراق أولا وثانيا وعاشرا وأخيرا، العراق ولا شيء ثاني، مصلحة العراق فوق الجميع وغصبا عن الكل إذا أنتم صدق عراقيين. طبعا طبعا مشاهدينا الكرام، كان هذا ما لدينا بفقرة هاشتاج. نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.